شكلت القضية المعروفة إعلامياً بميليشيات الأزهر في نهاية عام 2006 نموذجاً لكيفية تعامل نظام حسني مبارك مع الإخوان. فبينما حكم وسجن قادة التنظيم بتهم سياسية، تشعب نشاط الجماعة الاقتصادي ليشمل قطاعات التجارة والصناعة والتعليم والصحة. تبنى نظام مبارك نهجاً مرناً في التعامل مع شركات الإخوان، إذ سمح بوجودها لكن في نطاق لا يمكنها من النمو الكبير. وإذا تجاوزت إحدى هذه الشركات الخط المحدد، فإن مصيرها يكون الإغلاق والمحاكمة بتهمة تمويل الجماعة التي اعتبرت وقتها كياناً غير قانوني.